لكل متابعي يلا كورة المشتركين معنا في البريدكشن جيم، يلا بينا نعرف من كريم سعيد ازاي نجمع نقط. ازيك يا كريم؟ ازيك يا دينا؟ الاخبار؟ الحمد لله. مرحلة الهزار خلصت ومرحلة الجد ابتدت، احنا خلاص دور الثمانية، عندنا ماتش رهيب ما بين فرنسا وانجلترا، قول لنا نتوقع ازاي عشان عايزين نجمع نقط. طبعا مباراة دور الثمانية بقى هنا بنتكلم على مواجهات ما بين فرق كبيرة، مش زي مثلا معظم مباريات دور 16 او دور المجموعات كنا بنلاقي فيها منتخب قوي مع منتخب متوسط او منتخب ضعيف. فبالتالي تفكير اللي بيحب يلعب البريدكشن جيم بيبقى لحد ما زي ما قلت لك رايح للتفكير الامن. هنا بقى مش مفيش مخاطره، يعني ما اقدرش اقول مثلا ايه اللي هيتوقع انجلترا هيخاطر او اللي هيتوقع فرنسا هيخاطر. لا هنا مفيش موضوع مخاطر. صعب قوي. لا هنا بقى في ايه، ممكن الانتماء يؤثر، يعني في مثلا واحد بيحب فرنسا فهنا هو توقع نفسه الامنيه بتاعته ان فرنسا هي اللي تتاهل، فهنا هتلاقي معظم اللي بيتوقعوا طبعا امنياتهم هي اللي بتتحكم في توقعاته. وانا اشوف بصراحه يعني في الماتشات دي امشي مع امنيتك. ليه؟ عشان انت بتتفرج على المباراه، لو انت بتحب فرنسا وتوقعت انك عايز انجلترا تكسب مش هتعرف تتفرج على الماتش، يبقى الماتش سخيف بالنسبه لك جدا جدا يعني. فانا نصيحتي يعني من بدايه من دور الثمانيه وصولا للفاينل، المنتخب اللي انت بتحبه توقع فوزه، لان يعني كده هي 50-50. يعني هي الماتش بين انجلترا وفرنسا حتى ايفن لو 55-45 فهي قريبه، مش هقدر اقول بين فرنسا وانجلترا 60-40 حتى بين ماتشات ارجنتين وهولندا مثلا، الماتشات كلها 50-50. فانت انا نصيحتي المنتخب اللي انت بتحبه توقع فوزه. ليه؟ عشان تعرف تتفرج على الماتش، عشان تبقاش تتفرج على الماتش انا عايز توقعك هو اللي يحصل، في حين ان انت نفسك المنتخب الثاني هو اللي يكسب. يعني كده خلاص مش هنقدر نفيد ولا نقول يعني اختار انجلترا ولا اختار فرنسا، امشي مع الفريق انت بتحبه. بشكرك يا كريم. لو عايز تكسب PS5 او موبايل لسه عندك فرصه، ادخل على يلا كوره، اعمل سبسكرايب وان شاء الله تكسب.